أفاد مراسلنا في السودان بارتفاع عدد ضحايا تحطم الطائرة العسكرية جنوب غربي البلاد إلى 15 شخصا بعد وفاة 2 من المصابين. وذكرت مصادر رسمية أن محركات الطائرة توقفت عن العمل أثناء تحليقها، وأن الطيار حاول القيام بهبوط اضطراري عندما تحطمت الطائرة. ومن بين القتلى كان هناك ضباط في مهمة عسكرية في ولاية النيل الأزرق. Gracias.